فأول القصيدة ابن هشام بيقول في بيتين قبالة: خليلي ما أذني لأول عادل بصغواء في حق ولا عند باطل، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابل، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعتاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطي إبراهيم في الصخر رضبة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفد الشراج القوابل، وتوقافهم عند الحصاب عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من صورة ومنازل، وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ هم بالحصاب عشية أجيزوا بهم حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاقبات الوصائل، وحطمهم سمر الصفاح وسرحه وشبرقه واخذ النعام الجوافل، فهل بعد هذا من معاد لعائد، وهل من معيد يتغي الله عادل، يطاع بنا العدى وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الدغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل الحقيقة باسل، شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكل، وعثمان لم يربى علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل، كما قد لقينا من سبع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل، فإن يلقي أو يمكن الله منهما نكلهما صاعا بصاع المكايل، وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجامل، يناجي بنا في كل ممس ومصبح فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتل، ويؤلي لنا بالله ما يغشنا بلا قد رأينا جهرة غير حائل، أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل، وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل، وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل، فعذبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول، ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياهه يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافل، ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل، أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور البلابل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة ولي جدل من الخصوم المساجل، أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متأوك الفلس بوائل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، بميزان قص لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف غيظا بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخصوم الأوائل،
وآل قصي في الخطوب الأوائل، وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا، علينا العدا من كل طمل وخابل، فعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل، لعمري لغد وهنتم وعجزتم، وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل، وكنتم حديثا حب غدر، وأنتم الآن حطاب أغدر ومراجل، ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل، فإنكم قوما نتئر ما صنعتم، وتحتلبوها لقحة غير باهل، وصائط كانت في لؤي بن غالب، نفاهم إلينا كل صقر حلاحل، ورهط نفيل شر من وطئ الحصى، وألأم حاف من معد وناعل، فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا، وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل، ولو طرغت ليلا قصيا عظيمة، إذا ما لجانا دونهم في المداخل، ولو صدقوا صبرا خلال بيوتهم، لكنا أسا عند النساء المطافل، وكل صديق وابن أخت نعده، لعمري وجدنا غبه غير طائل، سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل، وهنا لهم حتى تبدد جمعهم، ويحصر عنا كل باغ وجاهل، وكان لنا حوض الصغاية فيهم، ونحن الهدى من غالب والكواهل، شباب من المطيبين وهاشم، كبيض السيوف بين أيدي الصياغل، فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما، ولا حالفوا إلا شرار القبائل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل، بني أمة محبوبة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل، ولكننا نسل كرام لسادة، بهم نعي الأقوام عند البواطل، ونعم ابن أخت القوم غير مكذب، زهير حساما مفردا من حمائل، أشم من الشم البهاليل، ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دعب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل نماهم، إلى الخير آباء كرام المحاصل، فإن تك كعب من لؤي صغيبة فلا بد يوما مرة من تزايل. دي ما صح منها عند ابن هشام 94 بيت، وفي زيادات ذكر ابن هشام في السيرة.